اخويا انا كتبيت مع الصديق ديالي في شيش الملكي في المحمديه انا مشي 5 الصباح خرجت انا خرجت انا نجيب الكارو انا خرج انا خرج كنتفاجئ ضربه من اللور باش ضربوك من اللور ما عرفتش باش انا مخيط انا فراسي ضربه باش ضربو هو ضربوني انا هنا زيد ضربني واحد فيهم معهم جوج دريات وما عرفت ثلاثة دريات المهم هما يكونوا شي 9 ولا 10 تقريبا بحال هكا فاش ضربوني بقاو كيشتفوا عليا يشتفوا عليا يشتفوا عليا صافي نعست واحد شوية كيجي الدري صاحبي خارج حتى هو دخلات عليه الدرية حتى للدار كيسكن معاك نيت من السكن انا كنت بيت معاه كنت بيت معاه دخلات عليه الدرية حتى للدار انا مع الخرجة اللي خارج خليت الباب محلول دخلوا على هذا الدار خرج عليه الدريه خرجاته هذا مع والديه ومع الصداع ما بغاش الصداع خرج باش يقول له مالك شنو المشكلة شداتو قالت لي انتي وفعلوا التركه بقاو عليه ضربوا فيه صافي انا غيت هو ما خرج ما كانت شي علاقه عنده مع هذيك البنت هذيك البنت كيعرفها هو اما بيناتهم داكشي انا ماش دخلنيش في هذا الموضوع هذا المشكل اللي كاين هو انا علاش هاد الناس هادو علاش تشدوا عليا هاد الناس دابا هذاك الشيء راه باين هذاك الشيء انا كندير الصيانه ديال الهواتف داو لي التليفون ديال السيده كانت مخليه عندي وجابت لي البارح داو لينا والتليفون ديالي انا وما داوش لي فلوس بزاف تقريبا شي 1100 درهم ولا 1200 درهم اللي كانت عندي في جيبي داوها بقاو عندي غير لي زيكوتور خرج صاحبي كيتفاجئ انني مغيب واحد شويه صافي فقت ما حسيتش كيبان لي الدم في الارض هادي خرجت الوالده ديالو هما هربوا خرجت الوالده ديالو هي ملي خرجت الوالده ديالو صافي هربوا هما هربوا مع ديك الزنقه انا راه كنت واقيلا عايش شي ضربه صغيره هادي ملي نمشي نشوف القراصي راه كلي دمايات ومخيط دابا 7 الخبزات خيطوا لي في السبيطار ودابا ملي مشينا نديرو الديكلاراسيون ديالنا السيد هاد السيد اللي مكلف بهذا الملف هذا قال لك غندير لكم الضرب والجرح احنا علاش غيدير لنا الضرب والجرح هاد الناس مجمعين هنا في الدار وتمت السرقه ديالي علانيه سرقت والتليفون ماشي ديالي الناس اللي وقع لك معاهم مشكل واش ما عندكش لا عندي معاهم حتى علاقه انا ما تنعرفهمش مره هاد الناس انا ما تنعرفهمش هاد السيد صديق ديالي كيعرف هذيك السيده اللي جابتهم ولكن انا شنو دخلني شنو المشكل اللي بيني وبينهم انا علاش يتعداو عليا ويديو لي السلعه ديال عباد الله والتليفون ديالي والسيده مولاتو قد دابا كتقول لك جيب لي التليفون ديالي خصني ضروري نعطيه ليها انا بغيت هاد الناس ياخذوا لي الحق ديالي انا المشكل هذيك السيد انا دابا عطيني الاخ من تعرفوا عليه السلام عليكم خويا انت كنتي من الناس اللي تعرضوا لهذا اي مع خرج الدري صاحبي هذيك الضربه اللي في راسك بسبب هذا بسبب دابا انا ملي خرجت لقيت الدري صاحبي مغيب كنحسبوه صافي غيب كنحسبوه مات ما بقيتش عاقل على راسي ديك الساعه شدوني شوف انا ضربوني هنا شوف العين كيفاش داروا ليها وشوف الضربه هاي انا 7 الغرزات تاع عندي هنا في الراس ياك وشدني واحد قجني دابا القرجوطه عندي دابا القرجوطه ما بقاش كتبغي تدوز قجني واحد حتى واحد كنسمع واحد صاحبهم كيقول لي غادي تقتلو طلق منه صافي طيحوني للارض قال لي غادي تقتلو صافي ديك الساعه انا غيبت طحت للارض صافي طحت للارض وكيشتفوا فيا يشتفوا وما يهربوا مشاو بحالاتهم مشينا بغينا نديكلاريو اليوم بغينا مشينا اليوم نديكلاريو انت وقع هادشي انت ماشي 5 ديال الصباح دابا حنا كنا في الدار صديق ديالك كيقول لك بان هذيك الدريه كتعرفك هذيك الدريه من شحال هادي ما شفتهاش هذه اصدقاء ما بقيتش كنهضر انا وياها مش هذه ما بقيتش كنهضر انا وياها لا ما كانش بيناتنا خلاف تلاقيت معاها قلت لها واه فين باقي ما عفاش عليك الله ما تسرطاتش ليها ياك ما تسرطاتش ليها بقينا صافي بقات كتزيد ليا في الهضره ما تسرطاتش ليها مشات بقات محلفه عليا حتى مشات جابت لي 9 ديال الدراري وجاو عندي حتى للدار دونك هنا هذه راه تصفيه حسابات هذه لا ما كاينش زعما تصفيه ديالاش هي القضيه هذه راه بحال تصفيه حساب دابا انت هذه الكلمه ديال واش باقي ما عفاش عليك الله هي ما بقى فيها الحال شفت 9 ديال الناس ولا 10 مشات جابتهم ليا جات عداو عليا مكونه من مكونه وماشي 9 وكاملين مدرقين والكاميرا شادهم كاملين الكاميرا شادهم ما ها مدرقين بكاكوك مدرقين كاكول داكشي كامل دابا ما من التمين وصافي انا ملي خرجت بان لي الدري صاحبي طيح كنحسبو مات ما صافي ما بقاش كيبان لي مغيب صافي شدوني انا راه كاين في الفيديو بداو عليا بالكروشيات زدو واحد الوقيته هربت
واحد لقيته هربت. الكاميرا ديال الدار ديال البطيمه ديال الابارتمون. واحد لقيته هربت مع هربت شدتني الدوخه ما عطاوني العصا شدتني الدوخه شدني واحد ويكرز عليا حتى صافي بديت كان ديك الساعه صافي الروح غادي تخرج عاد كنسمع واحد كيقول لهم وطلقوا طلقوا غادي يموت طلقوا غادي يموت طلقوا صافي وطلقني وبدا لي بداو كيشتفوا فيا ويضربوا وانا رجلي كامل الجيران وهذا ما خرجش تما حتى عاد فاقوا فاقت الوالده ديالو جات العاد فاقت الوالده ديالي ودابا مشينا بغينا نديروا ديكلاراسيون شنو قال لنا داك البوليسي بغى يدير لنا الضرب والجرح واش الضرب والجرح واش حنا مضاربين على برا هما داخلين علينا حتى للدار تبادل الضرب والجرح ولا داروا لكم الضرب والجرح يعني لا شنو قال لي هو الضرب والجرح قال لي الضرب والجرح واش ضربوا جرح حنا واش مضاربين حنايا واش حنا مضاربين على برا ما مضاربينش على برا حنا كنا في ديورنا تجاو عندنا حتى البطيمه تهجمين عليكم مهجمين كاملين واقفين حدا الباب شحال واحد كان بالضبط واش تسعود اخويا ولا ثمانيه منهم ثلاثه الدريات وشي الاخر كاملين دراري هادو معروفين تتعرفوهم ما انا ما كنعرفهمش ولكن خويا جبت السميات ديالهم كاملين جبت السميات ديالهم ولكن انت كتعرف البنت انا كنعرف البنت بوحدها اللي كنعرفها وباش عرفتي بان البنت كانت معاهم خاص هي اللي دخلت عندي حتى للدار دخلت عندي حتى للدار بدات كتغوت شمقات عليا خرجت انا عندي الوالد مريض عيان ما بغيتش زعما الصداع في وسط العماره ياك خرجت حتى انا تلقى الدراري امات ما على باليش بان الدراري كاينين على برا اذا هادو ما كانوش جايين بانهم باش يسرقوكم هذه وقالت تصفيه حسابات هادو جايين جايين باش يسرخونا ولكن ملي شدونا سرخونا داو لينا داكشي اللي عندنا داو لينا شو مشالك انت دابا من هنا؟ مشات لي 34000 ريال ياك والتليفون ديال السيده اللي حاطاه لينا يتصيب هادشي اللي مشى لي انا واخا نشوفوا واحد السيده من الناس المرافقين لهاد الاخوه اللي تعرضوا لهذا الاعتداء السلام عليكم السلام عليكم سيدي انا الام ديال هاد السيد الا كانت بينه وبين هذوك الناس تصفيات هاد السيد الا كانت بينه وبين دوك الناس تصفيات حسابات منه ليهم ولكن هذا كضيف يخرج باش يشري الكارو ويدقدقوا هاد الدقديقه ويفرقوا ليه راسه وكل شيء ويديو ليه بورطابلاته ويديو ليه رزقه احنا انا ما يهمنيش بورطابل ما يهمنيش فلوس كتهمني صحه الدري مشي لاخويا باش نديروا الشهاده الطبيه قال لك اودي ما جيتوش بكري الشهاده الطبيه كناخذوا منها واحد الكونتيتي ديال الناس اللي كنعاود سيرو حتى الغدا جيت انا خويا للدوزيام اروندسمون اللي مقابله مع المحطه ديال لاكار قالوا لي سيري لالا ديري السيدي باش نجيو نقيدوا لك المحضر مني مشيت درت السيدي دخلناه للعميد هو وتصاور اللي ها همايا كتشوفوا فيهم شافهم كنبغي نقول لها سيدي غير شوف الفيديو ها هو عندي قال لي لا سيري ديري السيدي درت السيدي يا سيدي لهذاك الفيديو اللي كان اللي عندي اللي ها هو الان بالحوزه ديالي في الهاتف ديالي المتنقل درتو بني درتو حيد السيدي لاح ليا هادو وسير يا لالا تديري الشهاده الطبيه عاد جي نديروا لكم الضرب والجرح الفيديو فيه اكثر من 10 الاشخاص هاجمين وحالين الباب ديال الموبل وداخلين جابدين السيد وكيتكرفصوا عليه قدام بيبانهم قدام باب دارو جايين من درب مراكش شي جاي من درب الرباط والدري ساكن في شارع جيش الملكي ولدي غير ضيف ما كيعرف حتى شي واحد ما عنده حساب مع حتى شي واحد ما عندنا تصفيه حسابات واش كاين شي قانون في هاد البلاد اللي تاع العصابه تهرب عاد نمشي انا ندير الشهاده الطبيه ونتسنى الضرب والجرح جيت للضابطه القضائيه طلعت للضابطه القضائيه استقبلوني احسن استقبال قالوا لي استني السيد الكوميسير تيجي نزلت اخويا باش نعيط على الدراري نبركوا الفوق تيجي السيد الكوميسير رجعت لقيت الباب تسد الكوميسير قال لي لا ما نحلش عليك ما عيرني ما ضربني ما والو قال لي لا ما نحلش عليك خرجتي قلت لي لا راه باقي كنتسنى فيهم الفوق قال لي لا سيري خرجتي ذلك علاش انا التجأت للصحافه قسما بالله كل لقيت الكوميسير ولقيت من يونس كل خدا لي حقي كل لقيت الكوميسير ولقيت من يونس غناخذ حقي على احسن وجه لو كان لقيت كوميسير طابيجي ولقيت من يونس غناخذ حقي وانا دابا كنطالب غنمشي للوكيل العام ونداءي للحموشي نشوفوا هاد العصابات واش ولاو فيهم عيالات ورجاله كيتلقاو العباد الله يديروا لهم هكا هذا معاه تصفيه حسابات منهم ليه
يدعيوه وعايرها تدعيه دير بها اي حق. راه كاين القانون في البلاد، القانون فوق راسي وفوق راسك وفوق الجميع، ولكن باش دري خارج من دار عائله يجيب قارو ويشدوه يضربوه بياجوره يشبحوه الارض ويشفوا عليه تسعه الناس، ما كايناش السيبه في البلاد. وملي كنمشي لديكلاري كيقول لي بوليسيه واش هادو كانوا مقصرين، وهي دار ديال عائله. هاد السيد باه كونسيرج في هذيك الموبل بوالديه بكل شيء ليه، ناس شلوح درا واش الله يعمرها دار، ما كاين اخويا والو، ما كاين لا استقبال، ما كاين لا والو، بحال حنا عايشين في غابه، بحال هاد القانون اللي كيقولوا لنا هاد الناس ديال كأم لين شفتي اخبار وسمعتي ولدك على انه تعتاد عليه من طرف مجهولين لحد الساعه، كيفاش كانت ردك فعل؟ رد الفعل ديالي، انا انسانه كنسواني على التدي ديالي من المرض، انا انسانه يلاه خارجه من السبيطار، حاشاكم وحاشا الناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو بنت السروالي. هانتوما هانتوما باش خرجت بالسيروم، طحت من هيار، طحت من هيار. انا مريضه، جاتني هاد الاخبار واش الخمسه تاع الصباح، الخمسه تاع الصباح كتخطوا الجريمه. انت يا دريه عيرك كاين المخزن غياخذ لك حقك على احسن ما يرام، لان الملك راه عطى حقوق النساء. عايرك دعيه راه غيصيفطوه للحبس، ولكن باش تجيبي لي عصابه ديال الشمكاره ديال المقرقبين باغيين يقتلوا جوج ترواح، هادشي راه ما يبغيه لا ربي لا عبده. وانا كنطلب من السيد الوكيل العام يتدخل في هذه القضيه، وانا كنطلب النداء ديالي للسيد الحموشي تزوق عليه في قبر مو يشوف لينا في هذه النازله. لا بيجي خدمات معايا، كل لقيت بن يونس ولا كل لقيت كوميسير غناخذ حقي على احسن ما يرام. الدائره ما خدمتش معايا، سيروا تجيبوا شهاده طبيه، تيموت اللي يموت، تيهربوا الشمكاره، تيمشيو يخويو البلاد. وهنا كيقولوا لنا بان كاينه دار في درب الرباط مجموعون فيها هما الشمكارات هادو، غيسيقوا الخبر غادي يهربوا. فاش غنشد انا ديك الساعه؟ وباقي التهديد دابا، قبيله الدري عاد شال دارهم قال لي دازوا من قدام بابكم، شنو كاين؟ 11 واحد ولا ما عرفت تسعه الناس ولا ما عرفت 10 الناس، اش باغيين يقتلوا كينكو؟ واش كاينه السيبه في البلاد؟ راه ما كايناش السيبه. راه ما كاينه السيبه، راه عندنا قوانين، راه عندنا كلشي، بلادنا راه بلاد الامن والامان، راه كاين قانون في هاد البلاد. انا بغيت حقي، انا بغيت حقي، انا بغيت حقي في هاد الناس. سيدي علاش ياخذوه ليا في الدوزيام ويلوح ليا هادشي ويقول لي سيري تجيبي الشهاده الطبيه وسيري سيري؟ كنقول ليه راه حنا عرفناهم، جيبوها واحد فيهم بعدا. سرتافي كنجيبها لك الصباح، قال لك لا. قلت له واش نمشي نديرها في كلينيك؟ شحال قال لك لا بغينا ديال ليطا، ليطا كتاخذ واحد البري صافي، كيقول لك ما تبقى حتى الغدا. الدراري شو حالتهم كي دايره؟ رؤوسهم كاع مخيطين، مقريسين، واكلين العصا في سبيل الله. هذاك نديرو كيعرف الدريه، هذا مالو في كيعرفها؟ في كيعرفها هذا؟ هذا علاش يعطيو العصا؟ واش بغاو بنادم يولي ياخذ حقه بيدو ولا اشنو غادي نديرو؟ ولكن راه كاين القانون في البلاد. كاين قانون. كاين قانون في البلاد، رباعه ديال الشمكارات مقرقبين، جايين مع الخمسه الصباح، جايبين شماكريه معاهم معروفين. قال لك لا سيري تديري شهاده طبيه ونديروا لهم الضرب والجرح. والفيديو اللي عندي اللي انا لحت لكم راه شفتوه، دفعوا الباب ودخلوا جبدوا السيد من دارهم وكيقتلوا فيه. عدات شي بالدليل، ها كاين فيديو، يلا خذوا الدي في ار، يلا خذوا اللي بغيتوا وشوفوا العصابه اللي كانت جايه من درب الرباط، شي جاي من درب مراكش هاجمين، وراكم شفتوا الفيديو نتومايا دابا. هذا قلت لكم فيلميو بان دفعت الباب ودخلت جبدت السيد من الداخل، هذا راه هجوم على مسكن الغير بعدا وضربوا جرح وسارقه. اللي كيقول لي هو سيري تا الغدا ونديروا لهم الضرب والجرح، علاش غدير لهم الضرب والجرح؟ دير لهم داك الشيء اللي كيستاهلوا، دير لهم داك الشيء اللي كاين في الكاميرا. الا ما كانش الضرب والجرح في الكاميرا ما ديروش، دير لهم داك الشيء اللي قانوني، ما طلبناش منك تزيد عليهم ولا تنقص عليهم، كاينه كاميرا اللي كتثبت. سمعتيني اخويا؟ وانا كنطالب، بغينا حقنا، بغينا حقنا، بغينا حقنا، بغينا حقنا. واخا لالا رشيده نشوفوا مع السيد كيقولوا هذا ديال الضرب والجرح، الضرب والجرح، الضرب والجرح سيد كتسمى ديك ديال وان وان، زعما تلاقينا على برا كنبداو بكروشيات، حنا لا، حنا خرجونا من ديورنا، حنا كنا يلاه باغيين نعسوا ديك الساعه، الدري خرج يجيب كارو، تولينا في هذا الصداع هذا وقال لك باغيين يديروا لنا الضرب والجرح، علاش الضرب والجرح هذا؟ السيد حنا مريحين في دارنا بخير، ما بينا ما علينا والو ترونكيل. تولينا داخل تولينا في الدري كنخرج كنلقى الدري راه كاين في الفيديو كنلقى الدري طايح صافي، كنحسب الدري صاحبي كنحسبو مات. واحد لقيته هما يشدوني انا بداو عليه بكروشيات طو طو طو، واحد لقيته صافي هربت. منين هربت شديت ديك الدوخه وشدني واحد واقجني كما عاودت لكم المره الاولى. هادشي راه ما فيش ضرب والجرح. واش كطالب؟ انا كطالب انا بحقي، ما كطالب حتى شي حاجه، انا كطالبها بالحق ديالي.
واخا شوفوا الاخ نعاود خويا الله يجازيك بخير. نبغي الراي العام يشوف هذا الشيء. الله يرحم لكم والدين والوالدين وروحوا ذاك الفيديو اللي فيه الهجوم على مسكن الغير اللي كيقول لي هو التبادل الضرب والجرح. واش حنا كنا خارجين للزنقه هازين زراعه وكنضربوا سبعه غرزات شي ها انت خويا الاخر تو الراس ديالو يعني هادو ضرب يعني مفضي الى الموت ها انت خويا الله يجازيك بخير. حنا كنعطيوك ايد نلوح الفيديو يشوفوا واش داخلين عليهم حتى للدار جهه ديالهم اللي كيقول لك تبادل الضرب والجرح. هذا راه هجوم على مسكن الغير هذه راه خمسه الصباح باقيين في الدار شوفوا المتضرر. انا ما هاد الناس ما بينو بينهم والو ما عرفتش علاش جاو تشداو ليا هكا ما عرفتش علاش. ونورمال انا خارج يعني الانسان مهما غيجي غيدير غيضربك الضربه من اللور يعني راه بغى يهضرك الضربه ديال الراس. شوف سبعه غرزات انا راسي دابا راسي ولا تيضرني دابا راسي انا مابقيتش ولا تيضرني راسي غدا ولا بعد غدا تقدر تضرني شي حاجه. الصباح ما كنتش كنحس بوالو ولكن دابا راسي ولا كيعطيني الصداع. مشيت للسبيطار خيطت وليت كنتخيل كنتبوع داكشي اللي كليتو كنتبوعو. انا الناس هادو ما بينو بينهم والو علاش جاو تهداو عليا الله اعلم. واخا كان نوجه رسالتنا حتى حنا بدورنا كاعلاميين لرجال ديال السلطه الامنيه الشرطه القضائيه تحرك بسرعه لان بحال هذا النوع من الجرائم ممكن ان تشكل خطوره على الساكنه بالدرجه الاولى. الا هي تصفيه حسابات كاين قانون كاين السيبه في البلاد والا هي مشكل ديال سرقه كاين كذلك قانون اللي كينظم هذا الشيء. هذا الى هنا.